بطبيعة الحال يعني كان في واحد شوية ديال الثقل على السادة الذين استضفناهم، لأنه ثقل بطبيعة الحال كيكون من أجل يعني التواصل، والهم ديالنا هو أنه هذا التواصل يتم في إطار واحد الأخلاقيات التي بطبيعة الحال نحن ملزمين جميعا بها بالتقدم في الإشكالية الأساسية اللي هي خلق فضاء للحوار وخلق فضاء أكاديمي مستقل وموضوعي رغم اختلافاتنا جميعا. هذا في الوعاء اللي فيه دائما بطبيعة الحال الباحثين يعرفونها جيدا أنه انتماءاتنا بالتأكيد يجب أن تكون مختلفة، فلسنا هنا من أجل تنميط الإنسان، ولكن الإنسان المغربي هو هذا الهم ديالنا والهم الذي يجمعنا جميعا. لذلك فكل من يعني عانى من أجل أن يصل إلى جامعتنا لكي نعيد لها الاعتبار ولكي نعترف بقضايا المجتمع وبأن الحضن ديالها والحاضن ديالها الأساسي للنقاش وللحوار الهادي هو الجامعة. وبالتالي فكتعرفوا بأنه الحوار لا يمكن أن يستقيم مع العنف، سواء كان عنفا لغويا أو عنفا الخطاب أو العنف ديال الانتماء. لذلك فكل منا يبذل مجهودا من أجل الارتقاء بذاته حتى يستطيع أن يتواصل مع الآخر. وأشكر السادة الأساتذة المتدخلين في الصبيحة، لأنه أعلموا بأنه كابدوا من أجل أن تصل الرسالة، والرسالة هو أنه يعني جامعة مغربية تجمعنا، جامعة مغربية تجمعنا وتجمعنا بالمجتمع، ويمكن أن ترى المقاربات ديال الدولة ديال المنتظم الدولي ديال المجتمعات المحلية ديال الهويات. ولكن أعتقد بأنه ما كان من الممكن للمفكرين سواء في المغرب أو لا خارجه أن يصلوا إلى درجة التفكير في مجتمع مدني كوني وفي إنسان كوني وحتى في هوية كونية، رغم أنها توبة ويوتوبيا، ولكنها لا يمكن أن نصل إليها إلا بإجهاد الذات، إجهادها من أجل أن تستقل مسافة تقربها من الآخر. إذن أشكر السادة الأساتذة المتدخلين في الصبيحة، كل باسمه وكل بجهده حتى يستوعب تناقضات الذات وتناقضات الآخر ليصل بلغة هي لغة كونية تتجاوز فيها الاهتمام بالإنسان بحقوقه وحرياته الفرد والجماعة والانتماءات كيف ما كانت، لتصل إلى إسماع الصوت. وإسماع الصوت لا يتأتى إلا بالهدوء والثقل. الثقل يكون من خلال القضية التي تدافع عنها، من خلال إيصالها بلغة اللي هي ديال الحوار. إذن أشكر من جديد الدكتور الأشهب متدخلا في الصبيحة ومسيرا بعد الزوال، وبطبيعة الحال هو يشاركنا في الهم ويقاسمه معنا، وهو أستاذ الفلسفة، وهو بطبيعة الحال ليس من السهل أنه نخلقه في الجامعة المغربية ماستر أو مما كانت الإطار ديالو، إطار من أجل الحوار، حوار الفلسفة، حوار السوسيولوجيا، حوار العلوم السياسية وحوار جميع العلوم، والهدف ديالها هو أن يجيب على ما يطرحه المجتمع من قضايا تهم حقوقه وحريته، وتهم كذلك الطرف الآخر اللي هو الدولة بمؤسساتها وبتشريعاتها. لذلك فهذه النواة التي خلقناها بالمعية ديال الأستاذ وأصحاب كذلك يعني الهم المشترك ما كانت لتدوم لولا يعني الانخراط ديالكم جماعيا من أجل إنجاح هذه الفكرة التي صارت اليوم يعني واحد الحلقة اللي هي يعني نتداول فيها ونحولها إلى واقع ملموس حتى لا تبقى جامعة في برجها وبمسافتها على قضايا المجتمع. أشكر السي الأشهب، أشكر كذلك السي حسن أوريد رغم التزاماته، إلا أنه إيمانه بأن المنطلقات التي نشترك فيها أهم وأعظم مما يجعلنا مختلفين أو لا متخلقين في كل في قوقعته. لذلك فهو فتح مجالا وهو يؤصل ويفكر في هذا الأمر، وهو في هذا الجانب يتوخى الأكاديمية والموضوعية والعمق الفكري. أشكر كذلك الأستاذ عمر أحرشان، لطبيعة الحال لم يكن من السهل موضوعه أن يتناول الدين في علاقة الدين
قضايا مجتمعية سواء وطنية ولا إقليمية. كتسمعوا على تونس كيف تخطت مسألة الإرث مثلا وحسمت فيها، وهذا لم يكن إلا بفضاء الحرية. لذلك فالحرية هي ما يجمعنا يعني جميعا، والحرية شرط المعرفة، والحرية شرط للتفكير. ما لم تتحرر كيف ما قال سي حسن في الصبيحة، ما لم نتعالى على الجهل وما لم نتعالى على العنف لا يمكن أن نصل إلى مستويات متقدمة في التفكير. بطبيعة الحال أشكر كذلك الباحث أخطري شرقي الذي خاض في مسألة حقوقية الصحراء، وهو بطبيعة الحال من الطبيعي ومن العادي جدا أن تثير كل هذا النقاش الذي شهدناه في الصبيحة. إذن الأساتذة الكرام متدخلين في الصبيحة هما استمرار لصوت ديال التداول ديال يعني النقاش. إذن في هذا الزوال يعني في هذه الجلسة غادي يكون معنا أساتذة كل له قامته وله تراكمه وله تاريخه وتاريخ الأفراد وتاريخ المجتمع. الأستاذ نويدي كانت لنا فرصة في الماستر أن نستضيفه، وكان له يعني قدم راسخة في يعني الانفتاح على الجامعة من منطلقات أخرى ومن زوايا أخرى جديدة لطبيعة الحال بتعمقه في المعرفة الأكاديمية الدستورية والقانونية، وكذلك في انخراطه في قضايا المجتمع من خلال كل المحاكمات وكل الجلسات التي ربما يعني رافق فيها المواطن كيف يمكن أن يدافع عن حقوق الحريات، وكيف يمكن كما قلنا في الصبيحة أن يغرس هذا التقدم المتشابه في حقوق الإنسان الكونية. فهذا كما سمينا في الصباح في أديم ثقافة ديال الدولة وثقافة كذلك ديال المجتمع المتشبعة بإقصاء الآخر وبالعنف يعني ليس من السهل تبيئة هذه المفاهيم ديال حقوق الإنسان في هذا المجال. كذلك الأستاذ منجيب، وكلكم يعني تعلمون قدمه الراسخة كذلك في مجال التاريخ السياسي ونضاله المستميت من أجل أن يبقى المواطن بحقوقه وحريته عاليا. الأستاذ كذلك حسن بالقاسم اللي عنده تجربة دولية في مجال الدفاع على حقوق يعني حقوق الحركة الأمازيغية، وكان من المبادئين في طرح الأوراق الدولية وكذلك الأوراق الوطنية الورقة الفيدرالية ومجموعة من الأوراق اللي هي كتفتح أفق آخر، أفق غير يعني الأفق اللي ممكن أن يطوق الحقوق والحريات داخل الهوية الواحدة أو داخل واحد الإنسان الوطني النمطي. وطبيعة الحال ضيفنا وتشرفت بحضور المؤتمر الثاني في المنتدى الشمال الأستاذ عبد الوهاب، استضافنا بحرارة ويلم حوله الطاقات من أجل إسماع صوت الريف، وهو ليس إلا صوتا من بين الأصوات لكل الأطياف للمجتمع المغربي بطريقته وبأسلوبه، وهو حاضر في عمق ليس فقط من الأطر النظرية والتفكيرية فقط، ولكن في عمق الساحات والميادين وفي عمق الشارع وفي عمق الإنسان الريفي. ولنا كل الشرف أن نستضيفه باعتبار أن حراك الريف هو لونس دو فير، هو من بين ما يعني يدفعنا للتفكير وإعادة التفكير في أنظمة الدولة أولا، وكيف يمكن أن نوفر دعامات لمعيتنا جميعا، دعامات متينة للتفكير في اعتبار أن مسألة الريف وحراك الريف وحقوق وحريات الريف وجزء من حقوق وحريات المجتمع المغربي. إذن لكل هؤلاء يعني أرفع يعني كل تحية والتقدير، وأتمنى من الحضور الكريم أنه بطبيعة الحال يعني يرحب بحرارة بالأساتذة الكرام، وأشكرهم يعني ممتن لهم في هذا اللقاء على الأقل جمع يعني الضمائر الحية التي لا تزال يعني تنبض بحرارة لهذا الوطن والمواطنين. غادي نعطي الكلمة للأستاذ الأشهب اللي غادي يسير الجلسة، وبطبيعة الحال غادي تكون عندنا فرصة ليس فقط اليوم، ولكن هو اليوم هو بداية أنه غادي يعني تمدوا جسور التواصل والصف البحث العلمي. غادي يكون عندنا لقاءات مع السادة الأساتذة بالنسبة للباحثين والصف الماستر اللي يجمع متخصصين في الفلسفة في السوسيولوجيا في علم السياسة في القانون، وممكن أنه من خلال المداخلات ومن خلال الوجود ديالهم
غادي تحاولوا يعني تتعمقوا البحث، وغادي تكون عندكم تواصل، وهذا اهم ما يمكن ان جمعنا في هذه المناسبه، هو انه ممكن انه يجتمع وتجتمع الضمائر الحيه من اجل مغربيين افضل واحسن. شكرا لكم جميعا، وغادي نعطي الكلمه للسيد الرئيس السي محمد المشاري.